قبل يقولون الحلاقين دائما بالعيد قايمين بالدخل. شلونك حبيبي؟ الحمد لله. شو اخبارك؟ شو اسمك؟ اشتغل. محمد. محمد شنو حلاق؟ تو زبون؟ لا حلاق بس بعدك صغير ما شاء الله. ايش قد صار لك بالمهنه؟ سنتين. تشتغل وخيط وموس وتدريج؟ جامد. وايش قد بالله تاخذ على الحلاق؟ كبير؟ ايه 15. زين كبار؟ كبار صغار؟ انا حتى الزباين ضبار. ايش ثقيل مبين ما شاء الله. شلون الشغل بالعيد؟ الحمد لله بخير. زين زبونك يخابروك وحجز وكذا؟ لو يجون هم تنتظر؟ لا شلون؟ مرات يخابرون ابوي يحجون يمي. انت ابوك حلاق؟ طلعت حلاق علي. وبالمدرسه؟ اول متوسط. يعني جاي داوم؟ نعم. وبتشتغل؟ عافيه عليك. ضبطتها هسه ولا؟ نعم. هسه 8/10 ايش قد ضابط المهنه؟ ايش قد تقيم روحك؟ 9.5. 9.5 وهذا النص منه لك صاد 10. شلون بالعيد الشغل؟ الحمد لله. ما ترتاح مو؟ تبقون واقفين 24 ساعة. رجلك هالسيارة عندها تتمرن عليها. اتمنى لك التوفيق. يعني يمكن هذا أصغر حلاق شفته بحياتي لحد الآن. الله يحفظه. إن شاء الله. عمرك 10 سنوات. لا 13. 13 سنة. زبانة ضباط هذا يوصل 25 زبانة وزرايس.